كان أثناء لقائي مع الشباب الإعلاميين تحدثوا عن إن في مجموعة من الشباب محبوسين وهم بينقلوا وجهة النظر ديت، وأنا قلت لهم أنا ما بنكرش إن ممكن يكون في شباب أبرياء، أنا ما بنكرش ده نتيجة الحالة اللي احنا موجودين فيها. قلت لهم أنا مع وزارة الداخلية ومع اتحركوا ولفوا أو تفقدوا كافة السجون اللي موجودة وشوفوا، والقائمة اللي حجبوها احنا هنعمل على إطلاق سراح وده أمر في إطار الصلاحيات المتاحة. خلال أيام قليلة قادمة هيكون الدفعة الأولى من شبابنا اللي موجودين في محتجزين هيتم الإفراج عنه.